بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. هنتكلم النهاردة عن نوع جديد من اللوب، حاجة اسمها الفور لوب. ايه الفور لوب دوت او بنستعمله ازاي؟ الفور لوب يعني حاجة بتنفذ نفس اللي كان بيعمله الوايل والدوايل، بس مع فرق. يعني الدوايل ان هي قلنا ان هي بتنفذ مرة من غير ما تبص على الشرط. الفور لوب بتتكتب بشكل مختلف شوية، فور وبين القوسين بتوعها بتبدأ تاخد تلات حاجات مني، بفصل بين التلات حاجات دولت بسيمي كولون. أول حاجة بداية اللوب بتاعي من كام ونهايته فين؟ يعني مثلا أنا عايز أجمع مجموعة أرقام من 10 لـ20 زي ما عملناها بالوايل، هبدأ اللوب بتاعي من 10 وهنهيه عند 20. هعد عدد مرات اللفات اللي أنا محتاجها وأبدأ أستخدمها. فأنا مثلا هقول له انت اي بتساوي 10، يبقى الاي دي بتساوي دلوقتي 10، دي بدايتها. الاي هتوصل لحد مين؟ اقل من او يساوي 20. والاي هيحصل لها ايه كل مرة؟ الاي هتزيد. يبقى انا هنا جمعت الحاجة اللي كانت بتاخدها الوايل، كل حاجة في مكان، جمعتهم في مكان واحد. مش انا علشان اعمل الكلام دوت في الوايل كنت بقول له ان انت مثلا في الاول صم بتساوي 0، وبعرف بعد كده انت سي مثلا ب10، وبعد كده ببدأ اقول له وايل السي اقل من او يساوي 20 والسي بلس بلس. وهاجي هنا هقول له سم بلس بتساوي اي. يبقى انا هنا كل مرة هجمع على السم الاي، وهبدأ بره اقول له سي اوت السم بتاعتك. يبقى انا هنا الفور لوب لمت لي التلات حاجات بتوعي في مكان واحد. ايه هما التلات حاجات دول؟ الانيشاليزيشن، بداية اللوب بتاعتي منين، بعد كده الكونديشن اللوب بتاعي هيوصل لحد فين، والانكريمنت او الديكريمنت انت هتزود ولا هتنقص، هتمشي باللوب من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. لو عملنا تشغيل دلوقتي هنلاقي طلع لنا 165 اللي هو مجموع من 10 لحد 20. طيب تيجي نجرب كده بره الفور لوب دوت، نقول له سي اوت للاي. الاي طلع تحتيها خط احمر كده، تعالوا نجرب نعمل رن. قايل لي ايه؟ الاي اند كليرد ايدنتيفاير، الاي مش متعرفه. امال انا ايه اللي انا عامله هنا ده؟ هو مش ده تعريف؟ ليه الاي مش متعرفة؟ ليه بيقول لي الاي مش متعرفة؟ الاي مش متعرفة لان هي دلوقتي متعرفة في جزء من البرنامج، حاجة اسمها الفاريابل سكوب. الاي متعرفة جوه الجزء ده بس. انا قايل له الانت اي فين؟ جوه الفور. بالتالي الاي دي مش معروفة غير جوه حدود الفور لوب بتاعي. طب بره الفور محدش يعرف مين الاي دي. اكبر دليل ان الاي اللي جوه القوسين بتوع الفور استخدمناها عادي ما طلعت لناش ايرور، الاي اللي طلعت لنا ايرور اللي هي انهي السي اوت اي اللي بره دي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان في حاجه اسمها variable scope بستخدمه علشان اشوف الفاريبل بتاعي، او بيبقى هو الوحيد المكان اللي متعرف فيه الفاريبل بتاعي. تمام، نرجع تاني للفور لوب بتاعتنا. عايزين نعمل لوب زي اللي عملناه، تطبع لنا الاي بس. ادي سي اوت الاي بتاعتي، وهعمل بعديها تاب علشان خاطر انظم الشكل بس، وهعمل تشغيل دلوقتي. ادي طلع لي من 10 لـ20. طيب الزيرو اللي طالعه في الاخر دي بتاعت السم. ها طيب نفرض ان احنا عايزين الاي دي تطلع لي الارقام من 10 لـ20، بس تطلع لي الارقام الزوجيه، يعني كل مره تزيد لي باتنين مش تزيد لي بواحد. في الوايل كان سهل لان احنا بنعمل الكلام جوه اللوب نفسه. هنا علشان اخلي الاي تزيد باتنين قدامي حل من اتنين، يا اما اجي جوه اللوب اقول له اي بلس بلس قبل ما انفذ حاجه، معناها ان الاي هتزيد بواحد كمان، ودي طبعا حركه مش منطقيه، او
اجي هنا بين القوسين اقول له اي بتساوي اي زائد 2 او اي بلس ايكوال 2. في الحالة دي الاي كل مرة هتزيد بكام؟ باتنين. اهي زاد عندي 10 12 فعلا 14 16 وهكذا. طيب لو عايزين نمشي اللوب بالعكس من 20 لـ10، ادي 20 وادي 10، بس هخلي الاي اكبر من او يساوي 10. الاي هتساوي اي ماينس 2، ونجرب نعمل ران كده. عكست لي اللوب بتاعي، يبقى اللوب بتاعي ممكن يمشي من فوق لتحت، من تحت لفوق، زي ما انا عايز، من الكبير للصغير، من الصغير للكبير، على حسب الكونديشنز اللي انا بحطها. طب نفرض ان انا جيت هنا قلت له مفيش شرط وشغلنا كده. في ناس هتفتكر ان اللوب مش هيشتغل، صح؟ هو اشتغل اهو، بس ما بيقفش. اللوب على فكرة انا لما اشيل ركن من الاركان بتاعه هيشتغل عادي، بس مش هيقف، هيعمل لي مشكلة. تمام، انا هنا كأني بقول له while الاي ترو، او while الكونديشن بتاعي ترو، طول ما الكونديشن بتاعي شغال اشتغل على طول، بس انا عايز اقول له يقف عند مكان معين. هاجي هنا هقول له if الاي بتاعتك دي يا سيدي اكبر من او تساوي 10، زي ما احنا كنا عاملينها، هقول له يعمل ايه؟ فاكرين بريك؟ بريك كانت بتعمل ايه في الوايل؟ في السويتش، سوري، مش كانت بتوقف اللوب بتاعي او بتوقف الشرط بتاعي، بتوقف البرنامج، بتوقف الجزء ده. نفس الفكرة هنا، انا لما اقول له بريك هتوقف لي الكونديشن دوت، هتوقف لي اللوب ده. نجرب كده نعمل ران. هو وقف ليه؟ لان هي اكبر من 10 اوريدي، اصلا احنا نقول اقل من 10. تمام، طيب في ايه كمان؟ احنا لان احنا لما قلنا له ايه في الاي اكبر من او يساوي 10، الاي داخله ب20، هي اكبر من 10 فوقف. فانا هقول له الاي اقل من او تساوي 10، هو هيدخل اللوب. اول مره الاي ب20، الاي اقل من 10؟ لا، هينفذ الاي، يطبعها. بعد كده ب18 16 14 12 10، 10 راح وقف فيها. ليه؟ لان انا قايله له اقل من او يساوي. طب لو قايله له اقل من بس كانت العشرة هتطبع. طيب نفرض ان احنا عندنا الكونديشن ده موجود، بس انا عايز الارقام كلها تطبع ورقم 16 ما يطبعش، مش عايز استخدم 16، ما بحبوش. طب هو انا ينفع اشيل حتة معينة في اللوب بتاعي؟ هرجع الكونديشن هنا كده، هقول له الاي اكبر من او تساوي 10. تمام، ادي الارقام اتطبعت لي كلها هي كاملة، انا عايز اشيل رقم 16. هقول له if الاي بتاعتي دي equal equal 16. في عندي حاجة زي البريك بتعمل سكيب في وسط اللوب، بتطنش حاجة من اللوب، اسمها كونتينيو. كونتينيو دي وظيفتها ايه؟ تعمل سكيب للحاجة اللي الكونديشن دي بتطبق عليها. نجرب كده نعمل ران. ادي 10 18 16 مش موجودة، 14 12 10. يبقى انا لو عايز اعمل سكيب لفاليو معينة بروح جاي اعمل لها ايه؟ كونتينيو. تمام، اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.